a ti. Que no كنت تحكي لي حكاية كده. نعم. هي أول مرة تحكي لي حكاية وبفي في معني هالكان على قد ما كنت نايم. خايف يا ام جابر، خايف اني ما صحصح. لما كنت صغير كنت اجي لعندك موسخ حالي بالطين والغبرة، كنت تمسكيني من ايدي وتاخذيني على الحمام. كنت تقليلي ما في أحلى من صابون الغار، بس كنت قلك بيحرق لي عيوني. كنت تقليلي غمض عيونك وتخيل إنك أبيض وأنظف واحد بين رفقاتك. كنت أنبسط وفعلا كنت بقى يومين بالبيت ما اطلع على الحارة مشان ضل انظف منه كله. ليش انقطع صابون الغار من الدنيا يا مجد؟ ليش؟ لما عملة ناقصة كان أبو جابر يدحني هديك الزمرة، كنت أهرب منه وطلع حولي لقيكي عم تطلعي فيني وعم تضحكي. كنت أركض وزت حالي بحضنك وحط راسي على صدرك، تسمع دقات قلبك سريعة وقوية كثير. كانت دقات قلبك عم تقلي قديش انت بتحبيني وتخافي علي اني ما اغلط. مات ابو جابر وضليت عم بغلط، صرت طلع حوالي شوف الناس كلها والدنيا كلها عم بتزاورني، طلع حوالي بدي شوف عيونك وبدي شوف حضنك وضحكتك، بس ما قدرت اوصل، ما قدرت اوصل. القهر بيوجع يا ام جابر، القهر بيوجع وبيضيع. صاير انا صابون غار من أول وجديد.